السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. كمل مع بعض دروس الفصل الدراسي الثاني، كمل دروس الوحدة الثالثة درس القياس، وناخد النهاردة مع بعض درس مساحة المربع. احنا خدنا مساحة المربع في الصف الرابع الابتدائي بمعلومية الطول ضلعه، وخدنا القانون بتاعه اللي هو يا ولاد بيقول ايه، ان مساحة المربع بتساوي طول الضلع في نفسه. كنا بنضرب طول الضلع في نفسه احصل على مساحة المربع، لانه كان بيديني في المسألة طول الضلع. طب تعالى كده بقى مع بعض نشوف ايه اللي هناخده السنة دي جديد، هو اني اقدر اجيب مساحة المربع بمعلومية اقطاره او طول قطره. هنا هيساوي نص طول القطر بطول القطر. الله يا ميس، طب ما ده نفس قانون للايه، المعين. تمام، برافو عليكم. الفرق بقى يا اولاد ان المعين اقطاره مش متساوية، ففي المسألة بيديني قطرين من معين، اما في المربع هيديني طول قطر واحد، لان اقطار المربع متساويه. وايه يا ولاد؟ متساويه في الطول. يبقى بمعلوميه اقطاره نفس قانون المعين، نص طول القطر في طول القطر، بس اقطار المربع متساويه في الطول. يعني بضرب الطول القطر في نفسه مرتين واجيب نص الناتج، كده ابقى حصلت على مساحه المربع بمعلوميه اقطاره. تعالوا مع بعض نشوف الامثله. اوجد مساحه مربع طول قطره 16 سنتي. هنا مديني القطر، يبقى هشتغل على قانون الأقطار. يبقى مساحة المربع بتساوي ايه يا ولاد؟ نص طول القطر في طول القطر. يبقى نص 16 في 16 يديني 128 سنتيمتر مربع. طب احسب مساحة الأشكال الآتية. مديني مربع أ ب د د، ومديني ايه يا ولاد؟ مديني نص القطر بتاعه 5 سنتي. طيب يبقى معنى كده ان القطر كله كام بقى يا ولاد؟ اللي هو ب د او ا ج. كده القطر كله بيساوي 10 سنتي، 5 زائد 5، 5 زائد 5 بيساوي 10 سنتي. والقانون بيقول لي نص في طول القطر في طول القطر، يبقى نص في 10 في 10، 10 في 10 ب 100، نص ال 150 سنتيمتر مربع. تعالى هنا بقى بيقول لي احسب مساحة الجزء المظلل ده. هو الجزء المظلل ده يا ولاد عبارة عن ايه؟ الجزء المظلل الجزء كله أ ب ج د، عبارة عن السطح كله عبارة عن مستطيل، مديني طوله مديني عرضه. تعالى بقى نشوف من جوه ايه. جوه في مربع مديني نص القطر بتاعه 2 سنتي، يبقى القطر كله كام يا ولاد؟ 4 سنتي. وعايز المساحة المظللة، يبقى احنا هنجيب مساحة المربع بس بمعلومية أقطاره، وهنجيب مساحة المستطيل بمعلومية أضلاعه زي ما احنا خدناها قبل كده. مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض، نطرحهم من بعض يديني مساحة الجزء المظلل ده. احنا خدنا مسألة شبه كده في الصف الرابع الابتدائي، بس كنت بجيب مساحة المربع ساعتها بمعلومية أضلاعه. تعالوا مع بعض كده نجيب مساحة المستطيل اللي هي عبارة عن الطول في العرض. 5.2 في 10 يديني 52 سنتيمتر مربع. مساحة المربع بقى بمعلومية أقطاره، أنا عندي نص القطر بس 2 سنتي اللي هو الجزء ده، يبقى القطر كله 4، يبقى نص في 4 في 4 يديني 8 سنتيمتر مربع. مساحة المنطقة المظللة الداخلية دي يا ولاد بتساوي المساحة اللي بره 52 ناقص المساحة اللي جوه 8 سنتي، يديني الناتج 44 سنتيمتر مربع. يبقى أنا قدرت أجيب مساحة المربع بمعلومية أقطاره. مساحة المربع بتساوي نص في طول القطر في طول القطر، وبفكرك تاني إن أقطار المربع متساوية في الطول. خلص درسنا النهاردة، في انتظاركم الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.